أدار مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الاعتداءات المتكررة من قبل طيران تحالف العدوان لمحيط جامع الصالح وما نتج عنها من أضرار بالغة بالجامع. واعتبر مجلس النواب ذلك العدوان على حرمة الجامع اعتداء على التراث الديني والإنساني باعتبار جامع الصالح من المعالم الإسلامية وتحفة فنية عالمية يمثل تراثا يمنيا وعربيا وإسلاميا. وأشار نواب الشعب إلى أن محاولة استهداف جامع الصالح يعتبر جريمة انتهاك تراث عالمي يضاف إلى سجل الجرائم السابقة بحق الشعب اليمني. وطالب نواب الشعب المنظمات والهيئات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني بإدانة الجريمة التي تدل على مدى الحقد الدفين الذي تحمله السعودية على الشعب اليمني، مشيرين إلى أن هذا العدوان يستهدف حرمات المساجد وبيوت الله عموما ويعد انتهاكا صريحا لحدود الله. وأوضحوا أن هذا الاستهداف يهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية للمعالم الدينية إلى جانب قتل النفس المحرمة. إلى ذلك أكد رئيس المجلس أن المسؤولية تضامنية وتكاملية بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الذين يمثلون ويدافعون عن مصالح وشؤون المواطنين في كافة محافظات الجمهورية. ولفت إلى أنهم لا يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المناطق التي ينتمون إليها، بل إنه يجب أن يكون الكل حريص على إعلاء صوت القانون واحترام وتطبيق الدستور والقوانين النافذة. من جهة أخرى، أقر مجلس النواب جملة من التوصيات الموجهة للحكومة بعد استعراضه ومناقشته لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة إب للاطلاع على أوضاع السجون ونزلائها ودور النيابات العامة والمحاكم تجاهها. وأوصى المجلس الحكومة باتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية وغيرها من الإجراءات القانونية الكفيلة بتحسين أوضاع السجناء معيشيا وصحيا وقانونيا.